السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد عن الفخار وتلوينه. هنجهز مع بعض هدية جاهزة على التلوين على طول. اخترنا التصميم وعملنا منه كارت عشان يكون نموذج تلوين. بعد كده بعد ما صنفرنا الفخار وضفنا ليه طبقة عزلة، رسمنا الاول التصميم بتاعنا بالرصاص وبعدين بدأنا نحدده. رسمت هنا بقلم دوكو ما بيطلعش بالمية، ودي نقطة مهمة علشان لو شم اي نقطة مية الرسمة ما تسحش. مهم وانا برسم اكون رافعه صباعي الاخير بحيث ان ايدي ما تحكش في العمل الفني بتاعي، ما يحصلش اي نوع من انواع تهبيب الرصاص او حتى ان الرسمه اللي انا برسمها القلم قبل ما ينشف يسيح. فدي كلها تكات صغيره بتفرق في جمال العمل في الاخر. لو انت هتجيب الفخار وتعمله انت من الاول للاخر النقط دي مهمه، لكن لو هتشتريه جاهز زي الباكج ده مثلا مرسوم ومتلون، فهتاخد بالك برضو وانت بتلون ان ايدك تكون بعيد شوية عن العمل، صباعك الصغير تسند بيه وانت ماسك الفرشة مثلا. وما تنساش طبعا طبقة الورنيش الاخيرة عشان دي بتفرق ان درجات الالوان الزاهية تفضل محافظة على نفسها ويفضل العمل ليه عمر اطول معاك. هتلاقي الباكج هنا متضاف لي الورنيش المائي، بعد ما الفنان بيلون وتنشف بيضيف الورنيش ده طبقتين على الاقل. طيب في هنا هتلاقوا في المجموعة دي باليتا شبه الوردة كده. الباليتا دي شكلها جميل جدا بس ما كانتش عملية خالص، وانا بوصل الهدية يعني الالوان دخلت في بعضها وشكلها ما كانش لطيف خالص. فمهم واحنا بنشتري نشتري حاجة محكمة الغلق. انا بقول لكم عشان لو حد شافها في اي مكتبة ما يعملش زي ما يشتريهاش عشان هي مش حلوة خالص. هتشوفوا في اخر الفيديو البديل اللي انا حطيته للالوان افضل بكتير وعملي. وطبعا زي ما قلنا الباليتا اللي كان شكلها وردة ما كانتش عملية خالص والألوان اختلطت ببعض، فعملنا الشكل اللطيف ده مميز مش هيوقع ألوان خالص، سواء بقى طلع مع أوردر أو ناس أخدته ولونوا بيه في نادي على النيل، حد حب يقعد في مكان هو وصحابه. فالعبوات دي جميلة قوي، هتقضي الفخار وهتقضي يستخدم في أي حاجة تانية كمان. فإن شاء الله مبروك عليها اللي أخدتها. اما بالنسبه للركن ده فده شمع معطر عملناه قبل كده في القناه، هنرسم عليه في الحلقه الجايه بالوان الاكريليك، والنوت بوك كمان دي هنلون عليها فكره مختلفه. هيكونوا من ضمن هدايا مسابقه قريبه هتكون على اسئله من فيديوهات القناه كمان من اصدقاء القناه. اللي يحب يحضر معانا في اي مره يسيب لي على الانستا. اشوفكم بخير، سلام.